نعم، استمع الآن إلى ما ذكر رحمه الله تحت هذا التبويب. نعم، قال: وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. نعم، إذن بداية وقول الله، وهناك رواية ماذا؟ رواية أخرى ليس فيها وقول الله أو وقول الله، فيها رواية أخرى. من وقف على الرواية الأخرى؟ الرواية الأخرى واضحة عندكم في الفروق. قوله تعالى لقول الله، إذن وقول الله، هناك رواية لقول الله. فإذن هذا هو الدليل الأول الذي حصر فيه نواقض الوضوء بالخارج من القبل أو الدبر. أو جاء أحد منكم من الغائط. ما معنى الغائط؟ ما معنى الغائط؟ تفضل. مكان قضاء الحاجة. مكان أكيد. يعني معنى أدق. ما معنى الغائط؟ تفضل. معنى أدق. المكان المطمئن من الأرض الذي كان يقوم عليه الحاجة. نعم، هو المكان المطمئن من الأرض الذي كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. أو جاء أحد منكم من الغائط، إذن هذا حصر، لأن الذي يأتي من قضاء حاجته يكون قد خرج أو أخرج شيئا من القبل أو الدبر.